السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. مشاهدينا، يمكنكم المشاركة من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل للمشاركة بتعليقاتكم وآرائكم، وكذلك يمكنكم المشاركة من خلال خدمة الواتساب التي تتيحها قناة الرافدين لحضراتكم لإرسال رسائلكم النصية. اليوم الموضوع سيكون عن استمرار الانتفاضة الشعبية في العراق وهذا التوسع والانتشار لرقعة المظاهرات والاحتجاجات الموجودة الآن في العراق، طبعا رفضا للواقع الحالي الذي يعيشه البلد من خدمات، من واقع اقتصادي، من واقع معيشي أمني صحي وكثير من الأمور الأخرى المتعلقة بجوانب الحياة المهمة للمواطن العراقي والتي طفح به الكيل، وبالتالي انعكست على هذا على هيئة غضب شعبي الآن نراه في الشارع. طبعا التعامل الحكومي تعامل كالمعتاد منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة، وتعامل واحد هو قمع ورفض لأي صوت معارض يخرج في العراق. عموما سيكون هذا الموضوع يمكنكم المشاركة به بكل جديد تحملونه معكم، خاصة نتمنى طبعا المشاركة من إخواننا في المحافظات الجنوبية التي تشهد حاليا الانتفاضة وتشهد الاحتجاجات، لأننا بأمس الحاجة لمزيد من المعلومات، خاصة في ظل محاولة السلطة في العراق حكومة حيدر العبادي أن تمنع وتحتجز المواطنين بأماكن معينة، تقطع عنهم الإنترنت وكذلك وسائل الاتصال الأخرى، مما يصعب أو يصعب من عملية الوصول لهم. وبالتالي نتمنى من الجميع من كان لديه القدرة أو الاستطاعة أن يشارك معنا ليطلعنا على مزيد من التطورات الأحداث، طبعا سيكون مرحبا به في هذا البرنامج ليفيدنا ويفيد المجتمع العراقي بشكل عام. نراكم بعد قليل. جماعة قيس القزعلي، جماعة الخامنائي، هاي المنتزقة، هاي المنتزقة بس الكم علي سيارة يا ولد، أرجيك أبي على الرصيف، أخوي كادلي، هذا حارقيد أبي، الأحزاب قتلت أخوي، حزب الدعوة، حزب الفضيلة، الأحزاب قتلت أخوي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكرر التذكير بأن موضوعنا لهذا اليوم سيكون هو القضية الأبرز الآن في الساحة العراقية، وهي قضية الانتفاضة الشعبية في المحافظات الجنوبية، وكذلك هذه الانتفاضة نتابع بأنها تستمر وتنتشر لتشمل محافظات أخرى. نتمنى طبعا السلامة لجميع العراقيين المتظاهرين، خاصة في ظل القمع القائم حاليا والذي تستخدمه السلطة كأداة لفض أي تجمعات أو أي تظاهرات أو اعتصامات تحدث في العراق. نتمنى السلامة لجميع المواطنين المدنيين المسالمين العزل كما وصفتهم منظمة العفو الدولية، وكذلك كما هو متعارف عليه في العراق. عموما نستمع إلى رأي السيد أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الله جابك اليوم صراحة، حياك الله. يعني يوم الخميس قلت لك هاي المظاهرات راح تستغل، أول مرة رادت إيران وأحزابها الشيعية تستغلها لصالحها، لكن لو فشلت ضخم الله وجوههم، زين سود الله وجوههم، هذه تلحقوا لها، من تلحقت لها؟ بصراحة لا حيدر ولا هم يحزنون، تلحقت لها أمريكا، أمريكا عرفت شلون أصبت الفخر إيران والأحزاب الشيعية الموالية لها، زين أستاذ محمد، هذا هو الاستغلال الصحيح حتى بالمظاهرات، زين هو مسألة كسر عظمة بين أمريكا وإيران، أمريكا تريد تدمر إيران بكل شكل من الأشكال، بأي طريقة كانت. زين أستاذ، لكن أنت عليك أن تعرف نتائج المظاهرات، من نتائج المظاهرات هو الهجوم على مطار النجف،
لماذا هجموا المتظاهرين على مطار النجف والمقرات الأحزاب الشيعية؟ بس أبو عمر سؤال، يعني عفوا، هل تعتقد أن أمريكا التي جاءت بالاحتلال وجاءت بهؤلاء الذين يمسكون بالسلطة حاليا وبميليشياتهم، وجاءت بإيران لتسمح لها بأن تسيطر على العراق، أمريكا لماذا تريد أن تفشل مشروعها وتفشل هذه المكاسب؟ هؤلاء الذين يدرون للولايات المتحدة المليارات، ما مصلحة أمريكا أن تقضي عليهم؟ تنطيني مجال خليل الله. تفضل. أنا قبل سنة وسبعة أشهر ذكرت على قناتكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا لكل شيء سببا، واحنا نعرف بالقرآن يقول لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. فكيف أنت قارن جورج بوش بدونالد ترامب بسياسة دونالد ترامب؟ أنت ما يجوز احنا نقارن أوباما المنافق الخبيث مع الصريح الوقح، هذاك الصريح وقح، هذا يسمونه دونالد ترامب. نعم. هذا صريح قال لك بصريح العبارة أنا محتاج بزنس، محتاج ماني، محتاج إلى أموال. فلتي فلتي الملك سلمان كان عاقل ورشيد، من ذات ابن الأمريكا ورا ما استلم الحكم راح جابوا عقدوا مؤتمر القمة بالرياض، غير هذا نتائج مؤتمر القمة. لا نتوسع أبو عمر، لا نتوسع بالفكرة، خلينا بالعراق. بالعراق المصالحة، وهو سبب العراق مصالحة، النصر ما يجيك من برا، من جو العراق النصر يجيك من برا. إذا ما تعرف شلون تردبها ويا العدل الحقيقي والصالحة والسايسة ما تقدر تجيب النصر. طيب أبو عمر، سؤال سريع أبو عمر إذا تسمح لي، ويكون آخر سؤال ويا حضرتك لأنه لدينا أيضا مشاركين. أبو عمر، أمريكا شنو بدائلها بالعراق في حال خلصت من الموجودين حاليا؟ شنو بدائل أمريكا؟ يعني هل أكو أشخاص يخدمون أمريكا أكثر مما يخدمهم هؤلاء؟ أمريكا لا، هذول صحيح خدموا أوباما وخدموا بوش في فترة من الفترات. نعم. وخدموا لحد الآن، هذا ما يقدر يتخلص من عدم بسرعة، يعني راح تنكشف الخطة مالته وراح تنقص مثل ما يقول عاليها واطيها. فهو الخطة القادمة حسب ما تشتهي كل الخليج وحسب ما تريد أمريكا، لأنه أمريكا وصلت إلى غايتها، وغايتها الحقيقية من خلال المال ومن خلال الاقتصاد ومن خلال سياسات أخرى بالمنطقة راح تتبدل. يا أستاذ محمد، مع إسرائيل أنت ما عندك حيدر يجيب لك النصر، حيدر ما يقدر يحل رجل دجاجة ولا هذا، وراح تنتظر الأحداث القادمة شلون راح تكون بعد أكبر وأكبر. شكرا أبو عمر، أنا أشكرك، أعتذر منك، لدينا متصلين ينتظرون. ننوه فقط مشاهدينا الكرام، أتيح لنا الآن فرصة استقبال اتصالاتكم عبر خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، الرقم سيظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، ونتمنى طبعا حسب جودة الإنترنت أن يكون الصوت واضح للجميع. يمكنكم الآن ممن لا يستطيع أن يشارك عبر الاتصال بإمكانها يشارك عبر الاتصال بنا عبر خدمة الواتساب. معنا السيد مصطفى من مصر، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمح لي اولا اترحم على ارواح الشهداء، الله يرحمكم ويحسن اليكم ويجعل دماءكم نعلة على كل مجرم قتلكم، وندع الله عز وجل ان يتمم الثورة المباركة، الثورة الشعبية العظيم المجيد اللي انتظرناها بقالنا 15 سنة، 15 سنة منتظرين اللحظة، وندعو العلماء والأساتذة وشيوخ العشائر وكل وطني شريف أيا كان دينك أيا كان مذهبك، نحترمك نحييك، أنت أخونا حبيبنا، ما فيش خلاف بيننا وبينك ولا عنصرية ولا طائفية أبدا. هدفنا تحرير الوطن من الاستعمار الأمريكي ومن الميليشيات ومن التنظيمات ومن كل الخارجين عن إطار القوانين، وندعو الجيش العراقي الحالي يلزمك كجيش عربي، يلزمك شرف العسكرية، الآن شرف العسكرية يلزمك بالانحياز إلى الشعب وإلى إرادة الأمم وإلى إرادة الشعب. انحاز بسلاحك، انحاز بجهدك، بكل الفصائل وكل الجيوش النظامية والشرطة المدنية، انحازوا إلى شعبك. دي ثورة شعب، ثورة شعبية مباركة، نتيجة الظلم، نتيجة الاستعمار، نتيجة الجوع، وأصل حال لحد مش لها شرطة المعيشة، الحياة معدومة. انحازنا شعبكم، شعب يا تاجع أبدا، ولما تخف بإذن الله تعالى فشيء الله وقدرته بعظمه ببراته
باذن الله حينصر الشعب العراقي على الاستعمار وعلى الميليشيات وعلى كل خارج عن اطار القوانين المجرمين الخونه، ونطالب كل المنظمات الحقوقيه والقنوات الاعلاميه اللي عندها شفافيه وعندها قدر من الانسانيه ان تغطي التظاهرات الشعبيه والثوره الشعبيه المباركه، ونطالب جريده التايمز البريطانيه بنقل الحقائق. عيب اما تبقى جريده عالميه لك تاريخ وتسكتي على مساله زي كده، مستحيل. ونعلن موقفنا كقبائل عربيه وتاييدنا ودعمنا الى ثورتنا في العراق المباركه باذن الله تعالى، وعرش العراق حر ابي شامت عاصي على كل مستبد وعلى كل متجدد. شكرا جزيلا سيد مصطفى، كنت معنا من مصر، اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه، ونتمنى ان تصل رسائلك ان شاء الله. معنا السيد ابو علي من كربلاء، تفضل ابو علي. السلام عليكم عمي، الله يسر عليكم، الله يجعل في ميزان حسناتكم. حياك الله ابو علي. حييك وحيي المتصلين. حياك الله، السيد ابو علي. انا عندي فد نداء بسيط يا اخوه المتظاهرين، الله يكون في عونكم، وواقعني نعزي انفسنا بالشهداء المظلومين. ارجوكم ارجوكم لا تخلون نقطة ضعف عليكم، لا تكسرون اشياء يعني مكاتب صحيحة، المكاتب ضد العراق لا تبطون. وانا اريد اقول للحكومة، انتم لما ردتوا تريدوا تبدلون صدام حسين لانه بحثي، لانه ظالم. اذا ظالم انتم ليش اكثر ظلم؟ واذا بحثي 80% من حزب البعث هم شيعة، ليش جيتوا وعلى يمن؟ احنا لما نطينا شهداء وضحينا وتعبنا من اجل العداله، هاي العداله مالتكم انتم اللي انتخبتوهم ذولا. ما شاء الله لحد الان 137 برلمان شرد، يعني انتم اللي انتخبتوهم شردوا. الى متى؟ احنا نريد وطننا، احنا نريد عراقنا، احنا نريد نرجع الى مكاننا. طيب ابو علي، ذول اللي انكتلوا بالتظاهرات على يد القوات الحكوميه والامن والميليشيات، ذول حقهم شلون يرجع؟ لازم تستمر، لازم نستمر، اذا ما نستمر واني عتب على هالبغداد. الو اسمعك ابو علي، تفضل. انا اقول هالبغداد لازم يقومون، مو نبقى ذول اللي انتم انتخبتوهم الو ابو علي اسمعك اخوي، تفضل اسمعك. الله يرضى عنك، انا ما احب اخذك. احنا لازم نستمر، هذا العار اللي علينا لازم نبيعه. احنا عراق، العراق واحد، سني شيعي كردي عربي. ما كانوا يضحكون علينا، تتذكرون كيف يقولون ذولا السنه اجوا ياخذوها من عندنا. ليش طلعوا مبارك؟ حتى سوا طلعوا وسرحوا وقالوا اللي يطلع مبارك لازم نقص ايده، والسعوديه قاعد تدعمهم وبيهم مدسين. يعني نفس الفيلم على اهل الغربيه حتى قاعد يرجع علينا. يعني واتهموا اهالي الجنوب بالبعثيه والدواعش لانهم قالوا لا لهذه السلطه، تخيل. اي نعم، يعني هم هاي الاحزاب اللي بعض الناس يقولوا ايران ايران ايران، لو تريد لنا الخير ما تدعم هاي في الاشتراك، تدعم الجيش العراقي، تدعم الدوله، هذا اللي محسن الظن في ايران. من الطبيعي من البديهي هاي الدولة مالتهم دولة شيعية، ليش يطلعوا الكهرباء عن البصرة وعن عن 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 بيخار وعن واصف؟ فهموا يا عالم، حسوا العراق، ما حد يفيد الفت العراقي، وذول الجماعة، ذول الجماعة هسه الدولة علينا. هم عندهم جوازات وأولادهم خارج العراق ومرتاحين، والنظام السابق ما كان عنده ولاء إلى خارج، أنا ما بدافع عن شغل. نعم. لا أسلفهم، ليش؟ لانه ما عندهم جوازات، هذول عندهم جوازات ومعطينا علينا. وكان بول براينر فسخه كذابه دجاله ولميناهم من الطرقات. شكرا جزيلا ابو علي، انا اشكرك واعتذر منك، لدينا متصلين ينتظرون. معنا السيد ابو محمد من صلاح الدين، ابو محمد تفضل. السلام عليكم اخويا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخويا انا اشجع اخواننا اهل الجنوب. يستمرون بالمظاهرات، مو مثلنا احنا جماعه الشمال، جماعه الموصل وجماعه صلاح الدين قمنا واتهمونا بان صرنا دواعش وبعثيه
واذونا وقتلونا المالكي وجماعه المالكي واحزاب المالكي. احنا نعم. نستمر ونشجعهم، نشجعهم بان يستمرون بهاي المظاهرات. المشكله ابو محمد أخير. المشكله انه المالكي وربعه اللي ذكرتهم حضرتك هم نفسهم حاليا دي يتهمون ابناء المحافظات الجنوبيه بنفس التهم اللي اتهموها لابناء المحافظات الغربيه. هم نعم دواعش وبعثيه. انا اريد الاستمرار. اهل الجنوب، اهل ثوره العشرين، اخوتنا الجنوب، اهل البصره واهل الزبير. واحنا عتبنا على الشيوخ، شيوخ العشائر الشرفاء، عتبنا على شيوخ العشائر الشرفاء بان يقومون يصرفون هاي الحكومه الفاشله. هسه انا شنو مصيري؟ انا لاجئ في تركيا، يوم اتعشى يوم ما اتغدى وعفت اهلي وعفت ناسي وعفت محافظتي كله بسبب الاحزاب الفاشله. بس ابو محمد ايد وحده، ابو محمد ايد وحده ما تصفق. ذكر السيد ابو علي من كربلاء جمله مهمه، وأبو عمر من السليمانية كذلك تحدث، طالبوا أهل بغداد بالانتفاضة لمساعدة إخوانهم في محافظات الجنوب، وكذلك هذا الموضوع يجب أن يشمل المحافظات الغربية، يعني يجب أن تكون هناك انتفاضة أيضا في المحافظات الغربية كما يقول المتصلون، حتى تكتمل أركان الانتفاضة الشعبية العارمة في العراق وتكون مؤثرة لدرجة يمكن أن تسقط هذه السلطة. ما رأيك؟ والله أخي أنا رأيي عندي حماس. يعني هسه أنا إذا قامت المحافظات الغربية والجنوبية إن شاء الله بإذن الله يوقعون هاي الحكومة الجايفة، هاي الحكومة الفاشلة العفنة هاي. لا. دمرت العراق من 2003 ولحد هذا اليوم، يعني دمرت العراق. إحنا نطينا شهداء جماعة صلاح الدين بالمظاهرات وجماعة الأنبار، وسوانا ناس يعني تابعين للدواعش والبعثية وتابعين للسعودية، وإحنا مثل ما يقول ناس قمنا نطالب بحقوق مثل ما يقول بسيطة، يعني حقوقنا بسيطة مشروعة مثل الإفراج. عندنا الأخوات النسوان المعتقلة بدون سبب، عندنا الناس الأبرياء، عند كل شيء. نعم. وسوانا ووقعونا وفلشوا محافظاتنا المالكي وجماعته. نعم نعم. أنا أشكرك أبو محمد من صلاح الدين. مشاهدينا الكرام، نعرض لحضراتكم الآن مقطع في محافظة بغداد، مقاطع مصورة تداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في تظاهرات حاشدة ليلة أمس في حي العامل جنوب العاصمة بغداد، فلنتابع. كذلك نتابع مشاهدينا الكرام لمقاطع بثها نشطاء كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة المثنى، تظهر مواجهة المظاهرات بالرصاص الحي من قبل القوات الحكومية، فيما دعا المتظاهرون جميع شرائح المجتمع العراقي للتظاهر، جميع الشرائح، جميع المحافظات، جميع المدن بشتى أنواعها بتباعد مسافاتها. هناك دعوة توجه لكم للخروج بمظاهرات، هذه من أهالي محافظة المثنى، فلنستمع. اللي طالعنا اليوم ظاهرنا ضد الفاشلين والفاسدين، رساله للشيوخ وجهال العشائر والساده والمثقفين والشباب محافظه السماوه، الكون تطلع بالكامل تضامنا مع هاي المظاهره ضد الفاشلين. صار لنا 15 سنه لا ماي لا كهرباء، خدمات صفر، انتم مسؤولين فاشلين وفاشلين. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نذكر مشاهدينا الكرام ان من لا يستطيع ان يشارك معنا بخدمه الاتصال العادي يمكنهم ان يشاركوا معنا من خلال خدمه الاتصال عبر الواتساب، اتيحت لنا الان وبامكاننا ان نستقبل اتصالاتكم. وبالنسبه لرسائل المشاركين على خدمه الواتساب، الرسائل النصيه سنقراها ان شاء الله في نهايه هذه الحلقه او قبل ان تنتهي طبعا، حتى يعني نعطي الحق للجميع بمن شارك. ومعنا السيد ابو ناصر من تركيا، تفضل. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه لحضرتك والقناة الرافدين وكل الكادر المحترم. حياك الله استاذ محمد. انا شخصيا من البارحه واول بارحه طالبت بان كل المحافظات وخصوصا محافظه بغداد ان تدعم هاي المظاهرات اللي تصير بالجنوب ويشاركون بيها. نعم. لان هاي فرصه ذهبيه المفروض ما تتعوض. يعني هسه هاي البصره المدينه العريقه اللي يخرج منها اكثر من 80% من النفط وتعيش باسوء حال. نعم. حالها حال بقيه المحافظات العراقيه، يعني بعد ما شاف اهل البصره وبقيه المحافظات بين الحكومات المتعاقبه من 2003 الى هسه ما قدموا لهم اي شيء، انتفضوا وطالبوا بحقوقهم.
وكلهم يعني مع الاعتذار لهاي الكلمة كلهم من أهل الشيعة. يعني يطلع الفاسد هذا الخزاعي يتهم المتظاهرين بأنهم دواعش وبعثيين. لا والله، أنت والزمرة الفاسدة اللي تحكم دواعش السلطة، استوليتوا على كل خيرات العراق وتمتعتوا بها أنتم وعوائلكم وسلمتوا العراق. طيب أبو ناصر، ليش هذا الرفض؟ يعني السلطة اللي تتغنى بأهالي الجنوب واللي تحسب نفسها على أهالي الجنوب وتقول بأنه أنا من الشيعة، كما قال المالكي أنا شيعي أولا قبل أن أكون عراقيا، هذا كلام المالكي. طيب هؤلاء لماذا الآن يتهمون أهالي المحافظات الجنوبية التي يقولون نحن منها، يتهمونهم بالدعشنة ويدعشنونهم والبعثية والإرهابيين وخلايا مندسة وخلايا نائمة ومجرمين؟ يعني لأنهم قالوا لا للسلطة، رفضوا سياسات هذه السلطة. لأنه رفضوا سياسات السلطة وعرفوا بأنه الشعب راح يصير ضدهم، ما عندهم مانع وعندهم استعداد أن يذبحون الشعب كله في سبيل مصالحهم الشخصية. والشيء العجيب يعني أستاذ محمد، يعني أكثر الشعب أيدهم من دخلوا للعراق بعد الاحتلال. يعني شلون تأيدوهم وأكثرهم قتلوا أبناء الشعب العراقي من كانوا يقاتلون بجانب إيران بالحرب العراقية الإيرانية، من أمثال هذا اللي يسموه حج هادي العامري، قاسم الأعرجي وغيرهم. يعني اللي يصطف جانب دولة عدوة للعراق ويقتل أبناء الشعب العراقي، شنو تتأملون منه؟ طبعا مستحيل راح يوقفون بجانبكم. وحكومة يعني حكومة تدعي بأن هي ديمقراطية وتطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، يعني هاي المفروض ما تبقى نهائيا. يدعون الديمقراطية ويكممون الأفواه، طيب إذا أكو ديمقراطية وين الحرية؟ يعني بس مجرد يعني أستاذ محمد أريد أوجه سؤال للمرجعية، يعني من أصدرت فتوى بتأسيس الحشد الشعبي كان الأجل مقاتلة الدواعش وإخراجهم من أرض العراق. طيب ليش هسه الحشد ده يقتل بالعراقيين وليش ساكتين؟ لو استلمت ثمن سكوتكم من الحكومة والأحزاب المجرمة. لكن هذا والله أنا برأيي أقول مش عجيب، لأن المرجعية اللي أفتت بعدم مقاومة الاحتلال واستلموا 200 مليون دولار وباعت العراق، عندها استعداد تقتل كل الشعب العراقي بشرط يستلمون الثمن. شكرا جزيلا ابو ناصر. يلا اسمعك. اي تفضل اسمعك. يعني العتب على القوات الامنيه اللي اطلقوا الرصاص على ابناء شعبهم، يعني هذول الناس اللي طلعوا يطالبون بحقوقهم مو بنفس الوقت هم اللي يطالبون بحقوقكم انتم؟ يعني قاسم الأعرجي اللي نطاكم اوامر باطلاق الرصاص على ابناء شعبكم، هو وبقيه المجرمين قتلوا ابائكم بالحرب العراقيه الايرانيه. يعني خلي التاريخ يشهد لكم يا القوات الامنيه. انا اشكرك يعني اشكرك ابو ناصر، اعتذر منك. لدينا متصلين ننتظرون، هذه دعوه ثانيه توجه للقوات الحكوميه. هناك دعوه قدمت من السيد مصطفى من مصر، كذلك طالب بان ينحاز الجيش الى الشعب. المشكله في العراق هي مشكله معقده في هذه القوات الحكوميه، سنتحدث بها فيما بعد، ولكن نستمع الى السيد ضياء من السويد. اهلا بك سيد ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله وشكرا لكم ولاتصالكم، وكذلك شكرا لما تقدموه في فترة تحتيم إعلامي كبير على هذه الثورة العظيمة، هذه الثورة الحقيقية. الثورة التي لا تميل إلا للعراق والعراقيين، الثورة التي أصبحت اليوم منارا، ولكن الدماء التي كانت في الثورة هي قد تروي هذه الثورة وستستمر إلى أبد الآبدين إلى تحقيق النصر إن شاء الله. ثقوا إن جميع الثورات التي تثور إذ كان فيها دماء فسوف هذه الثورة ستكون ناجحة وستنتصر، لأن الدماء لا تجف. هذه واحدة. أما الشيء الآخر، كان العراق سيدا منذ الأزل، العراق سيدا على الخليج، العراق سيدا على إيران، العراق سيدا على المرتزقة، العراق سيدا منذ الحضارة ومنذ فجر السلالات. فلذلك أخوة المجاهدين الأحرار الأبطال الثوار وأبناء الجنوب، ثوروا وعين الله ترعاكم. وهذه القصيدة إلى أخوتي إلى أحبائي الثوار العظماء الشرفاء، طالبوا بحقوقكم. نعم ثار الجنوب أولاد الشيوخ، نعم ثار الجنوب أولاد الشيوخ أسد للثورة من يوم عرفته. أنا ابن الثورة من تاريخ لليوم، وذاك اللي بد من كتر مرته ليش لعكم شلع يذيو الإيران وستحلق الخليج ومرتزقته. لا ميليشيا التابعة لإيران
ولا داعش خليجي يفوت سكته، ولا قاسم سليمان وجراويه، ولا قاسم سليمان وجراويه، ولا عار الخليج ولا زمرته، ما يسكتون جمجمة الحضارات. صاحب حق، صاحب حق من يسكت ثورته؟ إلى كل العمايم والقيادات، إلى كل العمايم والقيادات، ما يسكت شعب، ما يسكت شعب لو طق صرخته. نعم ثار الجنوب وهيب تلقاع، نعم ثار الجنوب وهيب تلقاع، وبروح التفز ثورة بغترته، وبروح التفز ثورة بغترته. صح لسانك، أشكرك شكرا جزيلا سيد ضياء من السويد. معنا السيد علاء من البصرة، هو عبر خدمة الواتساب شارك معنا ويقول بأنه متظاهر من البصرة. أهلا بك سيد علاء. سيد علاء هل تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، أسمعك تفضل. السلام عليكم أخوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله سيد علاء، أسمعك، يمكن الصوت يوصل متأخر. الله يسعدك. الله يسلمك، حياك الله. نعم الصوت متأخر. طيب تفضل قول اللي عندك، انا دا اسمعك، تفضل حتى ليس لك تضارب بالصوت، تفضل. احنا مريشين دوار الدولة، احنا نريد نسيطر على النفط في البصرة. احنا البصرة هي العقل الاقتصادي للعراق، احنا من السيطرة على النفط، احنا متظاهرين، هي تحت سلطة الحكومة هاي اللي يسيطرون احنا. نعم. نعم. سيد علاء طبعا نشكر سيد علاء، طبعا احنا نعتذر ونتفهم كذلك وضع خدمة الانترنت الآن في العراق، تضييق حاد وكبير جدا من هذه السلطة على استخدام الانترنت لكي لا يحصل ما شاهدتموه، هذا التواصل يفضح السلطة الموجودة في العراق وبالتالي تخاف من هذا الموضوع. نذهب إلى فاصل سريع وبعد ذلك نعود لإكمال الحديث مع مشاركينا المتصلين الكرام. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نستمع الى راي السيد ابو حسين من بغداد، تفضل ابو حسين. طيب فقدنا الاتصال مع السيد ابو حسين من بغداد، نرجو منه ان يعاود الاتصال بنا مره اخرى ان استطاع. مشاهدينا نعرض لحضراتكم الان هذا المقطع لقوات بدر وهي تقوم بالاعتداء على المتظاهرين، صور تداولها ناشطون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه متظاهرون يؤكدون أن ميليشيا بدر قنصتهم في تظاهراتهم، قامت باستخدام القناصة أو السلاح ذو المنظار مثلا من أجل التقاط أو صيد متظاهرين معينين أو صيد المتظاهرين بشكل عام من مسافات بعيدة. حدث هذا الموضوع في محافظة البصرة، اعتداء ميليشيا بدر على المتظاهرين، فلنشاهد. بدر تواجه المواطنين بالرمي، هسه في مدينة البصرة وايد جيش لا يتدخل، هسه يا الله اتحري، يلا ضاعوا، هذا العراق وهاي البصرة. زين لو اخر عدد لا بعد زين هذا الرمي وهذا الجيش العراقي الصبح راح يقتلون بالقناصة. لا ورجع زين
سقطوه على جنب. زين من الاخر الناطع من عيد عيد صار هذا العراق وهذا حال العراق. زين وهذا قوات بدر. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا هذه ليست الحاله الاولى التي تعتدي بها الميليشيات على المتظاهرين. اعتدت العصائب قبل ذلك، اعتدت بدر قبل ذلك، اعتدت كتاب حزب الله العراق قبل ذلك، وستستمر الميليشيات بالاعتداء وقتل المتظاهرين طالما وجدت لها البيئه الخصبه في الانتشار والتوسع وحمل السلاح في العراق. هذا امر منطقي جدا وامر طبيعي جدا ان يحدث في بلد يصنف من أسوأ بلدان العالم في كافة المجالات، فهذا أمر يعني طبيعي في بلد عصابات طبيعي. عمار بن البصرة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا بدي أروح لك، هاي ترى مو أول مرة إحنا متوقعين هذا الشيء من عندهم. نعم. بدر والكتائب والعصائب وجماعتنا الشيعة متوقعين هذا الشيء من عندهم، لأن سووا قبل بغير مكان وصلت الفرسان ما نساها. بس صحيح. كان عندي في الطلب من قناتكم المواقرة بدي أروح لك. الجيش العراقي والشرطه لا ترمون المتظاهرين. يا اخي انت مو من البلد، انت مو تعرف المعاناه. يعني انت الشرطه يعني عايش وين؟ باوروبا. ما تدري ماي ماكو، كهرباء ماكو، دول شله مال حراميه استوطنوا علينا. انت ليش ترمي؟ يعني على مدى الراتب. نعم. على مدى الراتب ترمي ابن بلدك؟ لا ترمون. احنا بالنسبه لنا مع الاسف انا اقول احنا وانتم، احنا العراقيين كلنا المرجعيه ايدت هذا الشيء يا اخي. هسه حتى لو اكو خلاف بين السنه والشيعه، والله العظيم انا ابن البصره السنه جاي تطلع ويانا. نعم. المرجعيه ايدت هذا الشيء، يعني انت شنو مو عراقي، انت هندي، بنغلاديش، انتو ليش ترمون؟ طيب انت برايك سيد عمار، اذا مثل ما تقول حضرتك انه المرجعيه ايدت اللي دا يصير، من اللي يعطي الاوامر للامن انه يضرب؟ اخوي الحكومه الدوله. شنو مصلحتها؟ هم الحكومه نفسهم. شنو مصلحتها انه تخالف اوامر المرجعيه العظمى؟ سيد عمار شنو مصلحه السلطه؟ المرجعيه وحد خويا، انه تخالف اوامرها. الثاني وحد الاحزاب، ما تعرف انت الاحزاب شنو؟ الاحزاب هم هجموا البلد. وانا اسف خاف اطلت عليكم، رحمه الله على روح والديك. اشكرك شكرا جزيلا سيد عمار من البصره. كما ذكرنا مشاهدينا الكرام، تتوالى المطالبات والدعوات للامن في العراق. القوات الحكوميه المنحصرة بجيش الشرطة وقوات رسمية يعني خاضعة لسيطرة الدولة، المطالبات من المتصلين أن يتعاونوا أو تتعاون هذه القوات مع المتظاهرين، أن يكفوا عن ضربهم، أن يقفوا بجانب المواطنين المتظاهرين لأنهم جزء من هذا المجتمع، شئنا أم أبينا هم جزء من هذا المجتمع. المتظاهرون يطالبون القوات الحكومية بعدم الضرب وعدم إطلاق الرصاص الحي والاعتداء بالضرب والخشونة في التعامل والقتل، ولكن كما يقول سيد عمار السلطة ترى بأن هذا القرار هو الصحيح. كما قال حيدر العبادي في تبريره لقضايا الضرب والاعتداءات، يقول الدفاع عن النفس هو واجب وقانون إنساني وقانون إلهي وقانون دولي. الدفاع عن النفس، أناس عزل لا يحملون أسلحة يخشى على أمنه المدجج بالسلاح منهم، فيسمي عمليات إطلاق الرصاص الحي بالدفاع عن النفس. تبرير تلاعب ذكي أو تلاعب يعني مو ذكي. عموما معنا اتصال. سيد صباح من بغداد تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. قناتكم الكريمة. وبالنسبة للمتظاهرين في جنوب العراق، يعني احنا نعرف انهم كلهم طلعوا من وراء ظلم الحكومة. نعم. يعني الحكومة هي المركزية، هي السبب الرئيسي الوصول لكل المحافظات العراق الى هذه الحاله المترديه من عدم تقديم الخدمات والبطاله والظلم الموجود، وكل شيء هي الحكومه مسؤوله عنه. من 2003 لحد الان ما سوت مشروع حقيقي في سبيل الناس، يعني تعتمد على هاي المشاريع الصناعيه والاقتصاديه والزراعيه. كل الحكومه ظلت ملتهيه بموضوع واحد، هو المحاصصه الطائفيه وسرقه المال العام. نعم. فالناس هسه من طلعت الظاهرة ضد ظلم، فالمتظاهرين راح يقمعون مين؟ يعني مو الحكومة، لأن احنا نعرف الجيش والداخلية كلهم أغلبيتهم بديش المناطق من أبناء الجنوب. نعم. ما معقول ابن أبو الدفاع أو الداخلية راح يوجه بناتقه ضد يعني
اخوه لو من خاله لو غيره، بس راح يقمعون من قبل الميليشيات الطائفيه. بس الامن ده يضرب سيد صباح، الامن ده يضرب، الامن قتل واعتدى واصاب. نعم نعم صارت استاذ، انا يعني مو دفاعا عن اللي موجود القوه. افهم افهم بس يعني ده اوضح لحضرتك. نعم، فاغلبيه اللي مندسين اللي يحكون عنهم الحكومه والسياسيين وغيرها هم المندسين من يعني من ضمن الميليشيات الطائفيه اللي تابعه ولاءها الايران، واللي هم كلهم يعني من ضمن حزب الدعوه والعصائب وبدر وغيرها، فهم ذول يعتبرون مندسين ضد المتظاهرين. يعني اي دس سواء حرق الدوائر الدوله او سرقه مال الدوله او اي شيء، هذا كله يعتبر دس. الناس طالعين مظاهرات سلميه يطالبون بحقوق شرعيه مثل ما صار بالمحافظات اللي انتفضت الغربية اللي كان مطلبها 13 مطلب كلها خدمات وعفو عام عن الأبرياء فقط، يعني نفس المطالب اللي طلبوها الغربية وقمعت من قبل الحكومة العراقية الطائفية. الآن الحكومة نفس الأسلوب راح تستخدمه بس بغير صيغة، راح تستخدمه من جهة العصائب أو بدل راح يقمعون هاي المتظاهرين. طيب نحن نوجه لهم رسالة أن يكونون حذرين من الميليشيات ومقرات الأحزاب. شكرا جزيلا سيد صباح، أشكرك للمشاركة، أعتذر منك، لدينا متصلين ينتظرون. عبر خدمة الواتساب معنا السيد عمر من البصرة. عمر تفضل. طيب سيد عمر حيوصلك الصوت متأخر، بمجرد استماعك إلي تفضل بالحديث. السيد عمر من البصرة هو جاهز معنا؟ الزملاء بالكنترول، السيد عمر من البصرة جاهز معنا؟ طيب سيد عمر من البصرة انقطع الاتصال، نتفاهم هذا الخلل بالاتصالات الانترنت، وحقيقة المشكلة هي من العراق لأنه خدمة الانترنت سيئة جدا هناك، وبالتالي لا نرى هذه الجودة. لمن لديه القدرة على الاتصال بنا بشكل واضح، من يمتلك انترنت هو يشعر بأن الانترنت الذي لديه هو انترنت جيد للاتصال عبر خدمة الواتساب أو خدمات أخرى متاحة في العراق، يرجى له أن يشارك. من يعتقد أن خدمة الانترنت لديه ضعيفة أو مشكوك بجودتها فيكتب لنا رسالة نصية وسنقرأها إن شاء الله. سيد ساعد من الكويت تفضل. فقد نتصل. طيب نقرأ بعض الرسائل سريعا حتى لا نكون قد ظلمنا المشاركين الكرام قبل المتصل. نقرأ الرسائل. سيد مبروك من الإمارات، لك كل التحية والاحترام حقيقة، ولكن هذه مقالات وليست رسائل، رجاء الوقت ضيق ولا نستطيع أن نقرأ كل هذه الرسائل، الاختصار يكون أفضل. شكرا عموما للمشاركة. يقول أحد المشاركين حسام، يقول أخي هذه التظاهرات ليست لها علاقة بالأحزاب بل هي مستمرة منذ عام 2011، لكن كل مرة تقضي عليها الحكومة. ربما الأحزاب والميليشيات تستطيع أن تدس بعض المجرمين بينهم، لكن يجب دعم هذه الاحتجاجات. ومليون تحية لثوار العراق أبطال الجنوب الأحرار، استمروا إن شاء الله النصر، حليفكم أخوكم حسام. طيب مشاركين لدينا رسائل كثيرة حقيقة. السلام عليكم، أهنا المظاهرين المتظاهرين، أرجو منكم الطالبون بجرف الصخر، معتقلين جرف الصخر، نطالب الإفراج عنهم، نطالب محافظ بابل يطالب أو نطالب بإرجاع النازحين. أيضا أحد المشاركين يقول أخ محمد، حوالي 7 مسؤولين وهم وعوائلهم هربوا إلى خارج العراق كما وصلت من أخبار، هذا يثبت كلام حيدر الملة عندما قال إذا حدث قتال في الشوارع فنحن وعوائلنا مرتبين وضعنا، فقط ابن الخايبة راح يوقع بها. المرجعية ليش ما تنطي فتوى للشعب بسحق المنطقة الخضراء؟ مكافي ظلم ليش يا مرجعية؟ سؤال. معنا اتصال. أبو زينب تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لخروج التظاهرات هذه، أي نعم، وبشكل متتابع وتقريبا كل المناطق الوسطى والجنوبية، نعم، هذا أكبر دليل قاطع على رفض العملية السياسية بأكملها. نعم، وكما قال أو السيد السيستاني أو الشيء بأنه المجرب لا يجرب، طيب ياخذ خلي يحترمون أنفسهم يطلعون عن كراسي الحكومة، واللي سرقوه سرقوه. هل سبب النجف كان القطع عندنا الكهرباء قبل المظاهرات؟
نعم ابو زينب، سؤال سريع بلا زعم عليك. ابو زينب موجود؟ فقدنا اتصال. ليه السؤال للمشاركين الكرام؟ المتظاهرون في الجنوب خرجوا رفضا لهذه العملية السياسية وما نتج عنها من انعدام خدمات، من فساد، من سرقات، من واقع منهار في العراق على كافة المجالات، وأيدوا، وكما قال السيد عمار من البصرة، أخذوا تأييد المرجعية. طيب، المتظاهرون يطالبون بإزالة سلطة جثمت على صدورهم، وهذه السلطة مدعومة من المرجعية، والمرجعية داعمة المظاهرات. بس فهمونا، المرجعية داعمة منه بالضبط؟ إذا المرجعية داعمة المظاهرات، لماذا لا تخرج بفتوى كالجهاد الكفائي للإطاحة بهؤلاء؟ وإن كانت داعمة السلطة فالشعب لا يعي أن من في السلطة يتحدثون باسم المرجعية دائما، ولا يعي عندما دعت المرجعية إلى الانتخابات مرارا وتكرارا وفشلت هذه الدعاوى طبعا. يعني انتبهوا، اصحوا، منو معكم منو عليكم، هناك من يحاول أن يركب الموجة، فانتبهوا. معنا السيد قاسم من المثنى، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياتي إلى شخصك الكريم ولقناتك الكريمة. حياك الله. بالنسبة للمظاهرات، المظاهرات اللي يعني إحنا أبسط حقوقنا، يعني ما جاي يوفرون الكهرباء، الماء، يعني ما عندنا أنهر جفت. نعم. حال جاع، يعني ما بها كل ما يعني يابسة. الحكومة ملتهية بالبوق، بالسرقة، يعني هم أساس زرع الطائفية بالعراق، هم الحكومة. نعم. يعني من تصير خلافات بيناتهم، تصير تفجيرات، يعني غيرها. هي الحكومة اللي دمرت البلد، هي اللي رجعت البلد يعني للوراء، يعني خلتنا راجعين عن العالم بألف سنة. نعم. الحكومة همها البوض، الأحزاب دمرت العراق، الأحزاب هي يعني اشتعل الأحزاب، حزب يسلم فلوسه من الدولة، إدمان الدولة الحزب. قاسم أكو سؤال، قاسم أكو ناصر، سيد قاسم أكو ناصر بها إحباط من كثر ما تطلع مظاهرات ويجي معمم يقولهم رجعوا لبيوتكم، يرجعون لبيوتهم الجماعة. شنو الوضع؟ يعني هسه اذا العراقيين رجعوا اعتقد يعني ما راح يقومون مره اخرى. لا، هي مو قصه المعممين او فد شيء، احنا لا ندخل بشغلات الدين ولا لا لا لا. سيد قاسم، سيد قاسم، انت تعرف انا ايش اقصد. الناس اللي يطلعون يتكلمون باسم باسم المظاهرات وبعدين يقول لك يلا احنا قدمنا مطالبنا خلينا نرجع حتى نسوي قطع للشوارع. يعني ويحطون معنويات يعني الشباب جاي تطلع من مطالبهم. نعم. لا عمل، لا فرص عمل، لا شيء. المرجعيه طالبت يعني هي قالت اضرب بيد من حديد للعباد، العباد ما سوى اي شيء، اصلا العباد ما عنده شخصيه قويه. نعم. يعني ابسط الحقوق، يعني عندنا كهرباء، احنا اهل الجنوب او كل محافظات العراق، ما نقول اهل الجنوب، اهل الغربيه، اهل الوسط، ماكو، كل احنا عراق واحد. أي. كل احنا جوا اسم عراق. صحيح. لا سنه لا شيء، على كرد، لا غيره. صحيح. هم جاي يسوون طائفيه، جاي عن الخدمات الابسط شيء ما يعطونه للمواطن، يعني شاب، انا كشاب. نعم. صار لي سنتين قاعد، تركت المدرسه، الدراسه بعد ما في. الدراسة جاي نشوفه يعني خريج هندسة وغيره ما جاي حق الوظيفة. كان الله بالعون. سيد قاسم، أنا أشكرك شكرا جزيلا، أعتذر منك، الوقت شارف على الانتهاء. بعض الرسائل سريعا سنقرأها وكذلك سنعرض لحضراتكم مقطع أو مقطعين إن أتيح لنا. نقول فقط مشاهدينا الكرام، بالنسبة للمشاركين الذين اتصلوا بنا ومشاهدينا الإخوة الذين شاركوا، طبعا هو إجماع بالآراء بدعوة استمرار هذه المظاهرات والاحتجاجات والانتفاضة الشعبية في جنوب العراق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وجهت دعوات كثيرة إلى القوات الحكومية من أجل الانضمام إلى المتظاهرين والكف عن أذيتهم والكف عن الاعتداء عليهم وقمعهم بشتى أنواع الطرق. نقطة أخرى وجهت وطرحت بشكل يعني مختلف، قضية تأييد المرجعية الدينية الموجود في العراق. نحن نخشى على المظاهرات التي تحدث في العراق من أن تركب من قبل أشخاص، أفراد، مؤسسات، أحزاب وما إلى ذلك. يبدو أن الشعب وعى قضية من الذي ركب الموجة في أكثر من مرة، ومن الذي حاول أن يميعها ويدمر هذه المظاهرات وحدثت هذه النماذج، والشخصية معروفة والنماذج ليست ببعيدة. نرجو الانتباه والحذر كذلك بالتعامل مع مسلحين ممثلين على هيئة ميليشيات وقوات حكومية أخذوا الضوء الأخضر بالضرب بالرصاص الحي من حيدر العبادي عندما قال أو طرح مبدأ
الدفاع عن النفس سيؤخذ هذا ذريعة من أجل أن يقتل بها المتظاهر في العراق. أرجو الحذر. نقرأ الرسائل سريعة. طيب يقول أحد المشاركين: أحييك وحيي كادر القناة وناشد شعب العراق أن يستمروا في تظاهراتهم لإسقاط الحكومة الفاسدة، النصر قريب إن شاء الله وشكرا. طيب هناك أحد المشاركين قام بإرسال صور ومقاطع لمظاهرات والاحتجاجات الحادثة الآن والحاصلة في العراق. يقول أحد المشاركين أيضا: شلونك أستاذ محمد؟ عزيزي إلى وقت قريب قلنا إن التغيير قادم، شرارته من الجنوب والفرات الأوسط وحصل الانفجار وسيمتد لبقية المحافظات الغربية، قولوا إن شاء الله طبعا حتى تستمر السالفة موجودة. والشمالية: على الرغم من أن الأذى الذي أصابهم تخلل المظاهرات ضحايا كبيرة على يد الميليشيات ستعطي زخما كبيرا للمتظاهرين، لا يمكن للعباد معالجة الوضع مهما قدم من تعهدات. المشكلة طبعا كل الكلام هذا نتمنى أنه يصير، بس اكو ناس للاسف ماتولها اولاد بالمحافظات الغربيه على يد طبعا على يد سياسات الحكوميه التي تبعت، لم ينتفضوا ولم يغضبوا. نتمنى ان يحدث العكس في هذه المظاهرات. طيب رسائل سريعه نقراها، نعلم ان الوقت ضيق، ولكن احد المشاركين يعطي دعاء، كتب دعاء: اخي محمد، ما لم تقتلع المرجعيه الايرانيه من الجذور وصاحب الفتنه واس البلاء السستاني، فكل هذه التظاهرات ستذوب وتنتهي بلا فائده. هكذا يرى احد المشاركين. اخوكم من الاحواز، نحييكم ونشجعكم على التظاهرات. قبل قليل في الاسكندريه في بابل الشرطه مسويه سيطرات تفتيش يوميه وقت الظهيره، موقفين سائق ستوته يبيع ما تحقق معه وترك تحقق معه السيطره، وتترك اصحاب الميليشيات تصول وتجول ولا احد يستطيع يتحدث معهم. مشاهدينا طبعا اعتذر جدا لمن لم نستطع نقرا رسائل، والرسائل كثيره للغايه حقيقه والوقت لا يسع، فنشكركم شكرا جزيلا للمشاركه، لمن شاركنا بالاتصال وكذلك من كتب لنا الرسائل، ونلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمه. الى اللقاء. Yeah.